أبرز مكون سياسي بعد انقلاب 25 اللي استطاع أن يعيد للشارع نبضه، هو للشارع حياته، هو تقريبا حراك حراك مواطنون ضد الانقلاب. كيف تقيم مساره لحد الآن؟ الحقيقة هي كانت معناها مفاجأة سارة، وذاك علاش قلت توانسة نار الثورة ما زالت في قلبهم حية، لأنه في ظل الهجمة الكبيرة اللي معناها عملها نظام الاستبداد واللي ساعة تسمع خطاب من خطابات الواحد يقول يهرب من البلاد، بعض الناس قلت تهرب من البلاد، أنا صواريخ وما صواريخ وغيره وكذا، لكن الحمد لله ماك الواقع الصعب والمعقد هذاك تبين كما قلت مرة أخرى أنه الثورة وسنين الثورة ومبادئ الثورة ما زالت حية في قلوب الناس، وهي مفاجأة صارت. بالمناسبة نحيي كل الأصدقاء اللي قاموا على معناها بناء هذا معناها الحراك، ولتاريخ تونس سيذكرهم بكل فخر وبكل اعتزاز، لأنه ما كان سهل أنه شخصيات مستقلة حقوقية وأكاديمية تصدع بذلك معناها الموقف، وهي تقريبا معناها في حالة عزلة، وكل المناقات والأجواء معناها تصفق للزعيم الملهم والرئيس المنقذ، وقريب يقولوا له احكم فانت الواحد القهار، وقريب نرجع لك الوضع اللي كنا فيه معناها فيه قبل. ولكن من قلب هذا الواقع نبتت نبتة معناها شريفة، ونبتة مناضلة، ونبتة نبتة زكية، اللي قالت لا للانقلاب واسقط الانقلاب بترك النظرة على اعتبار الإيديولوجية. وهذه مرة أخرى تخلي الأمل داخلنا يقوى، لأنه هذا يتمر في ظرف شهر، معناها الناس مازالت مصدومة، ثم ناس مازالت دايخة، ما فقش ثم ناس مازالت تتوقع أنفسها مش تعين رئيس حكومة ووزير، وكل واحد يحضر في أموره، كما السيد اللي معناها واحد يحضر في روحه باش يولي والي، الآخر باش يولي معتمد، كذا في قلب هالواقع هذا صعيب. نبتت النبتة هذية وأظنها وتبنيها البناء هذايا اللي أظنه بناء مبني على قيم وعلى مبادئ، وسيكون له شأن في عهد بناء تونس إن شاء الله. نعم. وأنا بالمناسبة كما قلت نحيي الإخوة اللي قاموا والأصدقاء اللي قاموا على هذا معناها البناء، ونقول نحن رانا معناها معاكم، نفرح لما تفرحون ونالم لما تألمون، وعلى كل حال الحق يعلو ولا يعلى عليه. نعم. مهما طالت الايام هذه الكحله، واذا كان ثم في الحقيقه معناها ايام كحله في تاريخ تونس وايام ايام سودا راهو القاعدين نعيشوا فيه اليوم، واللي مشات بين الدنيا ومشات بكم الدنيا توانسه، ورجعنا نحكيه ونحن في بالنا قضينا على العرشيه وعلى القبليه، واللي كلنا توانسه مش مثلوثي وكذا وغير معتزاز كل واحد فينا بمعناها كذا، لكن شوفوا مشات بين الايام توانسه ولات قدوتنا معناها الكتائب والحشد والحوثيين، وللاسف الشديد. نعم. وللاسف الشديد.